أسبوع عرف تسجيل عدة حوادث، منها ما هو مأساوي ومنها ما هو غريب. تصدرت عناوين الصحف والمواقع والأخبار، وجعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع الوقائع من داخل وخارج الوطن. السبت الأسود، عنوان لليوم المأساوي. قصة أبكت الصغيرة قبل الكبيرة. رحلة مدرسية تتحول إلى قصة مأساوية أبطالها أطفال لا. رحلة سياحية تتحول إلى مأساة. نزهة لأطفال من ولاية المدية إلى الجزائر العاصمة، انتهت مغامرتها في شاطئ الصبلات بالعاصمة بعد حادثة وفاة 5 أطفال غرقا. حادثة هزت الرأي العام الجزائري وحتى الدولي. عمر بن عمران من ولاية الجلفة الجزائرية اختفى أثره من قريته منذ 28 عاما. في قصة غريبة ولفي الخيال، تم العثور على شخص محتجز، عمر بن عمران، بعد 30 سنة من اختفائه بعدما تم اختطافه من قبل جاره. هي حادثة عاشتها ولاية الجلفة. جريمة قتل راح ضحيتها شيخ مسن قتل بأحد مساجد العاصمة، أين تلقى الشيخ طعنة سكين من قبل شخص مختل عقليا دون سبب يذكر، ولفظ الشيخ أنفاسه الأخيرة في المسجد. وفي واقعة العروس المغدورة، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنها قصة مروعة لفتاة عشرينية، يسرى التي تعرضت لشتى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل زوجها، والتي انتهت قصتها بوفاة بشعة بعدما قام زوجها بقتلها. 28 وفاة هي حصيلة حوادث المرور خلال هذا الأسبوع، والتي عرفت فيها ولاية البويرة وبومرداس الحصيلة الأكبر للوفيات، لتعود حوادث المرور للواجهة بأرقام قياسية. أحداث، قصص ووقائع اختلفت بين الحزينة والغريبة، شغلت الرأي العام وأصبحت حدث الأسبوع.